صاروخ هيلفاير الملقب بسلاح نار جهنم بات سلاح واشنطن المفضل حول العالم. يتميز هذا الصاروخ بحله المبتكر لتقليل أعداد الضحايا من المدنيين. أصبحت صواريخ هيلفاير الخيار المفضل في الحروب، والذي يعتمد تكتيك حرب العصابات ويختلف عن الجيوش التقليدية. تم تقديمه كسلاح مضاد للدبابات في الثمانينيات، وبدأ استخدامه على الطائرات بدون طيار بعد أحداث 11 سبتمبر لاستهداف الأفراد، كونه سلاح سري يقتل دون أحداث انفجار كبير ويمزق الهدف وكأنه جندي يقتل العدو بالسكاكين. يحد من الأضرار مقارنة بالصواريخ التقليدية، مصمم للضربات الجوية، مزود برأس غير متفجر، ويتجاوز وزنه 45 كيلوغراماً، موجه بالليزر، ويحتوي على 6 سكاكين أو شفرات، بمقدوره اختراق أكثر من 100 رطل من المعادن، يسقط على الهدف مثل كتلة من الفولاذ التي تسقط من السماء.